रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मन ज़ल्लज़ी यश्फ़ऊ इंदहु इल्ला बिइज़्निही यालमु मा बैना अय्दीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशय्यिम من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى
فجعله غساء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يغشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم نظر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيع الأمين الذي أمن الموت بارك الله فيه يا وريس يا وريس يا وريس حسين رضي الله تعالى يا وريس زين العابدين رضي الله تعالى يا وريس محمد باقر رضي الله تعالى يا وريث حضرت امام جعفر صادق رضي الله تعالى يا وريث حضرت امام موسى قاسم رضي الله تعالى يا وريث حضرت سيد قاسم حمزه رضي الله تعالى يا وريث حضرت سيد علي رضا رضي الله تعالى يا وريث حضرت سيد مهدي رضي الله تعالى يا وريث حضرت سيد محمد جعفر رضي الله تعالى يا وريث حضرت سيد ابو محمد رضي الله تعالى يا وريث حضرت سيد عسكري رضي الله تعالى يا وريث حضرت سيد ابو القاسم رضي الله تعالى يا وريث حضرت سيد معروف رضي الله تعالى يا وريث حضرت سيد اشرف ابي طالب رضي الله عنه يا وريث حضرت سيد عزيز الدين يا وريث حضرت سيد علاء الدين علاء بزرگ رضي الله تعالى يا وريث حضرت سيد عبد العاد رضي الله تعالى يا وريث حضرت سيد عبد الواحد رضي الله تعالى يا وريث حضرت سيد عمر شاه يا وريث
حضرت سید زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ یا وارث، حضرت سید عمر نور رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سید عبد الاحد رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سید میرا احمد رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سید کرم اللہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت سید سلامت علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حکیم سید قربان علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت حاجی حافظ سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ، بسم الله الرحمن الرحيم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بروح پربتہ مقدس مطہر منور سید الابرار رضوا انوا سرور انبیاء سالار اسقیا تمام المتقین قبل المحقق والا حد و اسرار جامع اسرار مالک ابتدا و انتہا کیفیت للعالمین حبیب رب العالمین صاحب حوضہ کوثر صدر شریعت آگاہ طریقت قبل حقیقت بلند معرفت قال حسین نبی ارمان جد الحسن والحسین ابن علی علی عباس و مراد و خاص مظلومن دست کربلا بارا امام زادہ معصوم طیب بن الطاہرین یا رب العالمین یا رحمت للعالمین یا شفیع العالمین یا ام العالمین علی حسن و علی حسن بحضور پر نور سرور کائنات احمد مصطفی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول کریم اج مولا کائنات یاد مولا سرکار اشرف العالمین اعلی پناہ و سپاس کی کل کی نظر شریف میں ہے مولا جو بھی ذکر کیا جو بھی تلاوت کیا جو بھی تمام نظران آپ کی بارگاہ میں پیش نظر قبول فرمائیے یا مولا العالمین خادم الجنۃ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں تمام نظران پیش قبول فرمائیے یا امام حسن علیہ السلام تمام نظران آپ کی بارگاہ میں مولا پیش قبول فرمائیے یا امام حسین علیہ السلام مولا تمام نظران آپ کی بارگاہ میں پیش نظر قبول فرمائیے بنا امام شاہ معصومین کی بارگاہ میں پیش نظر قبول فرمائیے شہداء کربلا پاکستان تن کی بارگاہ میں پیش نظر قبول فرمائیے ہمارے پیر شفیع العالمین عالم پناہ وارث کائنات مولا وارث تمام نظر آپ کی بارگاہ میں مولا پیش نظر قبول فرمائیے یا مولا وارث آج نظر شریف میں یاد مولا مجھے بھی شرکت کرنا کہ مولا جب بھی رضا رہا تمام کی رضا مولا تمام کی نظران کو ان کی حاضری کو قبول فرمائیے یا مولا ہمارے اس کی تمام آسمان زمینی گردش بلاؤں کو دور فرمائیے یا مولا ان کی تمام عالمی مصیبتوں سے حفاظت فرمائیے یا مولا جب بیمار ہے صحت و شفا عطا فرمائیے تندرستی عطا فرمائیے یا مولا رحمت اللہ حادثہ سے بچائیے